اتش بايلوري. بس الحقيقة قبل ما نتكلم في هاو تو كالتشر اتش بايلوري لازم نسأل نفسنا السؤال المهم، ألا وهو why to culture اتش بايلوري. الحقيقة إن أنا لما بعمل culture وألاقي colony وأقدر إن أنا أبتدي أعمل عليه further investigations، زي أهم حاجة الـ antibiotic susceptibility testing، أقدر إن أنا أعالج العيان not empirically، هتبقى target therapy، وشوف الـ resistance عندي، دي أهم target عندي. أعمل another studies مثلا، أعمل gene study، أعمل sequencing and whatever، أشوف إيه هي الـ strains اللي موجودة عندي and so on. طبعا دي حاجة لا تقدر بثمن. عشان أحضر العيان بتاعي للكالتشر أوقف الأنتيبيوتكس زي أي كالتشر، بوقف البيزنس سبستنس، بوقف البروتون بامب انهبيتورز لمدة أسبوعين. طبعا أهم سامبل عندي اللي هي الجاستريك، باخدها من الأنترم، بيبقى في الانتريتد بيشنت، ولو هو تريتد بأسيد سبريسد دراجز زي البروتون بامب انهبيتورز اند سو اون، باخد أكتر من البادي. عدد السامبلز بتاعتي كل ما زاد كل ما زودت النيد اوف ذا كلتشر، فرصتي ان انا اطلع الاورجانيزم هتبقى اكتر، وبالتالي اعتقد الاوبتيمم ان هم بياخدوا سامبل من الانترم وتو من البادي. الاكسترا جاستريك مذكوره في البيبرز، ممكن ياخدوا من الاسافجس، من ايفن حتى من الدنتال بلايكس، بس مش عدد السامبلز نوت اوبتمايز. الترانسبورتيشن نقطة مهمة جدا جدا لما بتكلم على الـ H. pylori، لأنها فاستيديس وكابنوفيليك مايكرو إيريفيليك بتموت بسرعة. الأوبتيمال إن أنا أستخدم ستيوارد ترانسبورتيشن ميديا أو إيفز ترانسبورتيشن ميديا، دي بتحقق لي إن أنا ممكن أخلي السامبل 24 ساعة بس درجة الحرارة تبقى لو، بحطها في التلاجة أو بستخدم آيس بوكس. لما الحرارة بتزيد أنا كده بقلل عدد البوزيتيف كالتشرز اللي ممكن تطلع. طب انا ما عنديش ترانسبورتيشن ميديا، ممكن استخدم نورمال سالاين عادي سبلمنتد ب 20% جلوكوز او جليسرول، ده ممكن يشتغل از ترانسبورتيشن ميديا، بس على شرط ان انا انقل immediately للمعمل وازرع. لما جم قارنوا وشافوا نتائج الباثولوجي الماتشنج مع الكالتشر، لقوا ان كل ما قللنا الترانسبورتيشن تايم كل ما كان الماتشنج اعلى، وحققوا اعلى نسبه لما كان within 4 hours. اللونج ترانسبورتيشن ده هيقلل طبعا البوزيتيف كالتشرز، فبستعيد عنها ان انا اعمل prolonged culture، prolonged incubation اللي بيسموها extended culture up to 12 يوم. بس هنا عندي مشكله، خلي بال حضراتكم ان انا كل ما بزود الوقت كل ما ممكن يحصل contamination، وانا عدوي الاول في الميكروبيولوجي هو الكونتامينيشن. في طريقه ثانيه برضو ان انا بزود الييلد اوف ذا كلتشر، ان انا بعمل جريندنج، اطحن البايوبسي بتاعتي. طب اطحنها بايه؟ في جهاز مخصوص ده، والباثولوجي ممكن يبقى متوفر عنده، واحنا في معامل الميكروبيولوجي عندنا حاجه كده كونتينر عامل زي الهون الخزف بنطحن فيه، لازم يتعمل له ستيرلايزيشن الاول قبل ما نستخدمه. لكن برضو ارجع اقول لحضراتكم عدوي هنا الكونتامينيشن اللي ممكن يحصل. طب الكلتشر ميديا ممكن استخدم بروسيلا او كولومبيا اجار سبلمنتد ببلاد، والبلاد هنا بعني بيه الهورس بلاد، وهو احسن كمان من الشيب بلاد اللي بنستخدمه مع الستريبتوكوكس. في اذر سبستانسز كود بي سبلمنتد بيها زي السايكلو اكستريم بي، او استخدم سيلكتيف ميديا، ودي تبقى احسن طبعا ان انا كده بقلل فرصه ان تظهر لي سبيشيز ثانيه غير الاتش بايلوري. طيب انا طلعت لي الكولوني زي ما حضراتكم شايفين بمختلف الميديات، غالبا هي بتبقى ترانسلوسنت. الميديا اللي فوق او الميديا دي سلكتيف ميديا من شركه باي ميريو، بتبقى جاهزه ريدي ميد. الميديا اللي في النص دي ديسكيرس ميديا، واللي تحت دي كولومبيا اجار. الاتش بايلوري تبقى سمول ترانسلوسنت كولونيز، بس صعب ان انا افرقها عن باقي السبيشيز اللي ممكن تطلع از ا كونتامينانت، وبالتالي خطوه الكونفرميشن اوف ايدنتيفيكيشن هنا مهمه جدا. من الحاجات اللي مهمه قوي في الكالتشر بعد ما استخدمت الميديا احطها فين؟ الاتموسفير المناسب ليها ايه؟ زي ما حضراتكم عارفين ان هي مايكرو ايروفيليك، يعني الاكسجين ما بتحبوش، وكابنوفيليك بتحب السي او 2. طب ده اقدر اوفره عن طريق رقم واحد الجهاز اللي فوق ده اسمه أنوكسومات، متوفر عندنا في مستشفى الياباني في الأطفال، متوفر في مستشفى الدمرداش وبعض المحافظات التانية.
الجهاز دوت اقدر ان انا اظبط الكونديشنز اللي انا عايزها. الجهاز ده برضو بينزل على الانيروب، هو بيبقى متوصل باسطوانات من الغاز. الجارز دي هيبقى فيها الانفايرمنت اللي انا محتاجاها، لكن ستيل طبعا بستخدم جواها سيلكتيف ميديا. الصوره اللي في النص ده كامبي. احنا عارفين ان الاتش بايلوري في الاول كان اسمها كامبيلوباكتر، فهي بتحتاج نفس الظروف الكامبيلوباكتر. فهنا شركه اوكسايد متوفر عندها الجاس باك دي اللي اقدر احطها في الانيروبيك جار واعمل الانفايرمنت اللي انا محتاجها. شركه بي دي اخر صوره تحت عامله لي بقى كيت كامله. هي بيبقى فيه زي باك، الباك دي فيها جنريتور للجاز وسيلكتيف ميديا للاتش بايلوري، بزرع واحط فيه الكيس واقفله واقدر ان انا انسبكت من بره ان في كولمز ابتدت تظهر، ابتدي اشتغل عليها واشوف. اول حاجه هعملها فيلم من الكولمز اللي طالعه. طيب لازم نعرف حاجه، نقطه مهمه قوي، كل ما التايم زاد كل ما شكل المورفولوجي اتغير. اليونج كلتشر هلاقي ستريت رونز، بعد 3 ايام الشكل بقى اكتر سبايرال، بعد 6 ايام بقى الشكل يو شيب او كوكايد، بعد 10 ايام الكوكايد هنا دومينيتنج وبالتالي ما بقاش تيبيكال مورفولوجي. طب البايوكيميكال رياكشنز اعمل لها يوريز اهم حاجه، تمام، لكن الكامبيلوباكتر بعض السبيشيز فيها بوزيتيف بار. طب اكد بالاوكسيديز واكد الكاتاليز ان هم بوزيتيف، بعض الاتش الهيليكوباكتر other than بايلوري برضه بوزيتيف، وبالتالي I have to confirm بالother methods زي sequencing أو إن أنا أعمل مالتي تو أشتغل على البروتين ليفل عشان أconfirm ال identification of each one. طب ال PCR متوفر في كل مكان، لكن المالتي تو متوفر في مستشفى 57 357 موجود في المستشفى الياباني حاليا، هو لسه جديد فلسه البروتوكول يعني نقول شهر كده تقريبا وان شاء الله تبقى الدنيا سيتلد. وموجود برضو في مستشفى شيخ الاورمان في الاقصر. الحاجات دي بتبقى مهمه جدا فور ايدنتيفيكيشن. لو عملنا راب اب تيك هوم مسج هنقول ان اوبتمايزيشن اوف ذا سامبل سيلكشن ترانسبورتيشن سيلكتيف ميديا اوبتمايزيشن انكيوبيشن انفايرمنت وانشور الايدنتيفيكيشن هم دول الطريق ان انا اكونفيرم واسهل طريقه الكالتشر واكونفيرم ان انا طلعت ايزوليت اتش بايلوري اقدر استخدمها في الاستاديز كلها. وشكرا لحضرتك.